الآن ننتقل إلى متسابق آخر أيضا لكن من فريق الشيخ صابر عبد الحكم، وهو المتسابق فارس محمد أبو زيد. نشوف مع بعض محطات فارس أبو زيد في هذه المنافسة ثم نستمع إليه. تجلى نوره ودنت سنابل خيره أملا، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الشيخ صابر عبد الحكم. الشيخ مين؟ الشيخ صابر عبد الحكم. الشيخ صابر عبد الحكم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. حلاوة جميلة، أداء جميل. اللي استشفيتها أنا حقيقة زيادة التدريب والمبالغة في التدريب تؤثر على الجانب النفسي، وهذا ما لاحظته عليك، كأنك متحفز شوي. لا أنا أرشح فارس أبو زيد. فارس أبو زيد، ألف مليون مبارك فارس، أول المتأهلين إلى مرحلة المحاكاة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. القفلات عندك ممتازة في محاكاة الشيخ، ما عليها أي ملاحظة. أداءك ممتاز. التجويد عليه بعض الملاحظات في إخفاء في مثل هذا الأمور، فحاول أنك تكون تمسكها. بشكل عام أنت أبدعت فارس، أنت تأهلت. ألف مليون مبارك فارس. شكرا. كتاب للهدى نزل أقام القول والعمل، تجلى نوره ودنت سنابل خيره أملا، سنابل به تعلو مراتبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام وبركاته. تفضل يا فارس، استعن بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأخذتهم الصيحة مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.
إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أهلا يا فارس، فارس أبو زيد من فريق الشيخ صابر. مرحبا. نستمع الآن لفضيلة الشيخ عبد الهادي تعليقا على تلاوتك. ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الله، حفظ الله عليك ما أنعم الله به عليك. قراءة طيبة مباركة ومحققة. أيضا مثل ما نصحنا الأخ محمد قبل، زيادة الوقف على بعض الغنن، فهذه نتقيد فيها إن شاء الله بحركتين حتى ما تأخذ من النفس. وقوفك طيب ما شاء الله، ومقاماتك الصوتية ما شاء الله تبارك الله، بدأت في البيات وختمت بالرصد، وكانت الرصد شوي طبقتها أعلى عليك في الصوت، فلذلك يعني كانت شوي يعني في لعل ثقل على الصوت فيك، فاختر الطبقة التي ترتاح فيها بارك الله فيك، حفظ الله عليك. وقراءة أيضا كالسلسبيل ليس فيها تكلف، وأرجو أيضا أن تنفرد يعني صوتك وبنغمتك حتى يكون لك نغمة مميزة لوحدك إن شاء الله تعالى، حفظك الله. شكرا شيخ عبد الهادي. استمع الآن إلى شيخك الشيخ صابر. ترى الشيخ صابر عنده 70 درجة، ها الشيخ عبد الهادي أتوقع يمكن يعطيكم من 10 كاملة، لكن الشيخ عبد الهادي 70 كثير طبعا، هي عند اللجنة يعني. تفضل الشيخ صابر. يا فارس ويبارك فيك، وصولك إلى هذه المرحلة تدل على فضل الله عليك، ثم لجهد والديك وشيوخك وجمعيتك. شرفتنا وسمعناك أكثر من مرة حقيقة فارس، لكن ما زلت أقول لك آخر ما قلته لك يمكن بالأمس، اقرأ بتفاعل مع القراءة، أنت رجل حي خجول، خليك مع القراءة فيك يعني قوة، واقرأ بانشراح صدرك كأنك ولا أحد يسمعك ولا أحد يراك أبدا، وحتى يعني تتنقل تنقلاتك الطبيعية التي فيها تعبيراتك القلبية والشعورية والوجدانية هذه.
جزاك الله خير، وخذ من نصيحة الشيخ التي نصحك بها في الغنى وفي شخصيتك المستقلة في أدائك، أنت رائع بمعنى الكلمة يا شيخ فارس، الله يحفظك ما شاء الله. شكرا شيخ صابر، شكرا لك يا فارس، يعطيك العافية إن شاء الله بحول الله تعالى، فالك التوفيق. شكرا شكرا لفارس أبو زيد، وكمان شكرا لأيضا الشيخ صابر على يعني هذه الفوائد، وكذلك الشيخ عبد الهادي دائما يعطوه التقييم الذي يفيد. مشاري أكيد وصل عندك فارس، حياك الله يا عبد الله، أنا أنتظر فارس الآن يجيني. يا هلا والله وسهلا فارس، شو أخبارك؟ الحمد لله تمام يا رب لك الحمد. خلاص مبسوط الآن؟ أكيد ما في أي توتر ولا شيء. الله يحفظك، قل لي كيف أداك، مقتنع فيه؟ والله الحمد لله كل واثق بنفسه إن شاء الله، وإن شاء الله الثقة في محله بإذن الله. أنا أشوف اليوم عندك شيء اختلف اليوم، هل ارتحت اليوم لأن صارت الفقرة على الأخير أو وجود اليوم الشيخ عبد الهادي؟ أي والله اليوم صراحة يعني عشان الفقرة الأخيرة زي اللي ضمن التأهل، بس ما حد يضمن مركز. أي للآن ما حد يضمن مركز، بس الحمد لله توتر يعني راح الحمد لله. إيش رأيك نروح لعبد الله الآن؟ طيب